فعلا خرج في باريس وغيرها من المدن الفرنسية آلاف المتظاهرين ربما استجابة لنداء كنيسة بيت لحم، ونحن اليوم عشية أعياد الميلاد. اختار الكثيرون أن لا يلتفوا حول شجرة الميلاد بل التفوا حول شيء آخر، قضية فلسطين العادلة يقولون، وحول غزة. هتفوا بهتافات تندد بالحرب الجائرة على غزة، هتافات داعمة لغزة، ترجموا أناشيد وطنية باللغة الفرنسية أيضا، هتفوا غنوا وطالبوا الحكومة الفرنسية بالتدخل الفوري حالا لوقف الحرب وعدم الصمت وعدم الاكتفاء بالهدن المؤقتة، وقالوا أن سكوت الدول الأوروبية هو تواطؤ صريح في جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل منذ أكثر من 70 يوما على غزة. هؤلاء بعض ممن تبقى من هذه المظاهرة يصرون على إيصال رسالة لأطفال غزة، يقولون أنهم لا يريدون هدايا لأعياد الميلاد ويكتفون بدعوات وصلوات بكل اللغات وبكل الاعتقادات، يصلون من أجل غزة في هذا اليوم الذي يعتبرونه مباركا، لكنهم ابتعدوا عن كل مظاهر الاحتفال كما جرت العادة في عشية أعياد عيد مولد السيد المسيح عليه السلام واكتفوا. نعم هم تفرقوا لأننا انتظرنا طويلا حقيقة، هم في ذلك الجانب يجولون، انطلقوا في جولة ربما نحو بعض الكنائس هنا في قلب باريس بعدما فرقتهم الشرطة بعدما انتهى موعد المظاهرة ولم تسمح بأي دقيقة إضافية. هؤلاء أصروا على البقاء وبعضهم هناك ربما يحاولون أن يوصلوا رسائل كان مفادها الدعوة لوقف فوري للحرب. أيضا كانت رسائل مؤثرة حول ما نشرته الصحافة الفرنسية من إمكانية مجاعة، قالوا كيف سممكن أن نقدم مساعدات تصل إلى غزة، وأيضا كانت هناك أعلام فلسطينية بكثرة، أعلام عربية أيضا متضامنة، وكانت كل الشعارات تصب في نحو السلام، كانت هناك شموع أيضا للدعوة للسلام سواء في غزة لكن أيضا الأراضي المحتلة في الضفة الغربية كانت حاضرة وغنى لها أيضا الفرنسيون بالإضافة إلى الجالية العربية التي كانت حاضرة وبقوة. وهذا الطفل مع والدته أصرا أن تفضلي سيدتي، يبدو أنها لا تتكلم العربية، أصرا على البقاء وهم بهذه الدمى يمثلون ما يروه في التلفاز. يقول الطفل وأخته وأمه أنهم ضجعوا من الصور القوية التي تصل من غزة، وأنهم هذه السنة لن يكون لهم عيد ميلاد كباقي الأعياد، لكن الأكيد أنهم بحسبهم سيواصلون، والعاصمة الفرنسية باريس وعلى غرار مدن فرنسية أخرى كبرى ومتوسطة باتت تخرج وبانتظام ولم تعد تنتظر حقيقة الدعوات للمظاهرات الكبرى. هذا الأسبوع فقط شاهدنا 3 أو 4 وقفات ليلية بالإضافة إلى المظاهرة الأسبوع المقبل ومظاهرة أخرى من المتوقع أن تنطلق أيضا من بداية الأسبوع المقبل. من يتواجدون معك من أطفال زهراء وهم يمسكون بالعلم الفلسطيني في أيديهم، ربما هناك إشارات رمزية على العلم، هناك على ما يبدو بعض إشارات رمزية للدماء نتيجة العدوان الإسرائيلي. فعلا سألت على هذا السؤال حسين وقالت لي السيدة أنها أصرت على وضع هذه الإشارات على العلم الفلسطيني لأن كلمة فلسطين باتت ترتبط بالدماء، وهذا للأسف طبعا هذه الإشارات تصف ربما الحال الذي باتت تعيشه فلسطين ممثلة طبعا في غزة التي باتت محل أو صحيح. تستقطب كل أنظار العالم سواء من فرنسيين أو حتى من عرب مهاجرين. الموجودة في يد الطفل الموجود بجانبك أيضا هي ملطخة بالدماء هي الأخرى أيضا.
تماما. وطفل باللغة الفرنسية قال لي أنه رأى مثل هذه الدمى في التلفزيون، وهو يفهم تماما أن هناك رسالة من خلالها بحسب والدته، أن هناك رسالة وأن هناك أطفال طبعا في غزة لا يحتفلون لا بأعياد الميلاد ولا برأس السنة ولا بغيرها ولا ينامون، وباتت هذه هي الصورة التي تأتينا من غزة ومن فلسطين. شكرا جزيلا لك يا الزميلة زهراء فكاني مراسلة الغد، كنت معنا من العاصمة باريس. شكرا، وحيي الأطفال الذين يتواجدون بالقرب منك ويرفعون العلم الفلسطيني. شكرا لك وشكرا لهم.